بسم الله الرحمن الرحيم. مر عام على الحادثة الجبانة التي فيها اختطف آية الله الشيخ النمر، وها نحن هنا نجدد ونقف أمام سفارة الاحتلال السعودي تضامنا مع آية الله الشيخ النمر، وتأكيدا على منزلته ومكانته، ورفضا لأي اعتداء سافر يتم ضده. المحتشدون هنا من مختلف الجنسيات، منهم من غير العرب، تأكيدا على مكانة آية الله الشيخ النمر كرمز ديني، وليس رمزا فقط في الجزيرة العربية أو فقط إلى البحرينية، وإنما هو رمز ديني ورمز وطني وصاحب قضية ورسالة، وكلنا إنما نقف مع رسالته ونقف مع شخصه ونسانده ضد هذا الحكم السعودي الجائر الذي لا يحترم النساء ولا يعتبر للأطفال ولا يضع مكانة للعلماء، وسياسته أصبحت رجعية متخلفة لا تصلح إلا في القرون الوسطى، وبالتأكيد لن تستمر هذه السياسة ولن يستمر هذا الحكم طالما بقى على هذه العقلية، وطالما بقى علماؤنا، وطالما بقى المفكرون وخيرة أبناء الشباب إما في السجون أو مقتلين أو مطاردين بفعل هذا العدوان السعودي.